السلام عليكم. نكملوا في الدوزيام تيب تاع الفريناج. شفنا في الفيديو اللي فات الفريناج بار الكترو فرام. نشوفوا دابا الفريناج بار كونتر كورون. الفريناج بار كونتر كورون فوالا. الو الفريناج بار كونتر كورون شنو هو؟ هو فاش غادي فاش نبغي نفريني الموتور شنو غادي ندير؟ غادي نالمونتيه في لو سونس اريير، يعني بحال اللي غادي انفيرسي لي فاز باش ان الموتور يعني نسرع داك الفريناج ديالو. غادي نالمونتيه في لو سونس اريير، ولكن ما خصوش يروبارتي يعني يقلع عاودك في لاريير. خصني يعني فاش لا فيتاس غي ترجع ايغال ا زيرو خصني نكوبي لاليمونطاسيون. فوالا دونك ناخذ مثلا ها هو الموتور. دونك هذا هو الموتور. دونك لاليمونطاسيون نورمال ديالو لي فيل دو لين هما هادو. دونك عندي ان كونتاكتور تاع لا لين. كام يعني بور اسيوري لاليمونطاسيون تاع الموتور. دونك لا بروتيكسيون تيرميك. الوغ انا الا بغيت نفريني الموتور بار كونتر كورون، قلنا شنو غادي دير؟ اول حاجه بعدا ما يمكنش انك تخليه اليمونتي وتحاول انك تفريني. دونك ضروري انك تكوبي لاليمونطاسيون، حيت الكونتاكتور كام خصو يحبس. ثاني حاجه هو قلنا غادي انفيرسي لي فاز، يعني غادي يكون عندي ان كونتاكتور اخر. غادي يكون عندي ان كونتاكتور اخر اللي غادي انفيرسي دو فاز. الو فاش غادي انفيرسي دو فاز نورمالمون باش يعني باش يحايد يعني باش نقلبوا لو سونس، باش نقلبوا لو سونس دو روتاسيون. هنايا لا فاز يعني الثالثه غادي نجيبها الاولى. هنايا ما نجيبش قبل الرولي تيرميك، نجيب مور رولي تيرميك، حيت انايا الهدف ديالي ماشي هو ان الموتور يخدم في لو سونس اريير، وانما انه غادي نفريني. دونك ما كانلاش غادي تحمي لا بروتيكسيون تيرميك، حيت انت راك باغي الموتور باش انه يحبس. فوالا دونك ماشي يخدم لك في لو سونس كونترير، غادي يبقى خدام. دونك يعني خصك تجيب هاد يعني هاد الكونتاكتور اللي غادي تانفيرسي لي فاز تجيبو قبل الرولي تيرميك. دونك ما نجيبوه يعني اون لافال نتاع الرولي تيرميك. دونك الفاز الاولى فين هي؟ دونك لا الاولى فين غادي نديوها؟ الاولى غادي نديوها لهنايا، الثانية ما نبدلوهاش، والثالثة عاد نقلب. دونك اين لي فاز اللي راني غادي نقلب؟ غادي نقلب هاد لي فاز تاع القنات. الاولى غادي تجي في البلاصه الثالثه، والثالثه غادي تجي في البلاصه الاولى، والثانيه غادي تبقى في بلاصتها. دونك هنا راني انفيرسي دو فاز، وبيان سور يخص يكون عندي ان فيروياج. يخص يكون عندي ان فيروياج لو مومون يعني فاش غادي يخدم الموتور نورمال، غادي يكون خدام هذا الكونتاكتور كام، هذا هو اللي غادي يكون خدام. فاش غادي نبغي نفريني اول حاجه يخصني نحبس على كونتاكتور كام، يعني نحبس يعني خصني نكوبي لاليمونطاسيون باش الموتور يعني تحيد عليه لي فاز. الوغ هنايا في ديك تحت يعني تحت ليفي نتاع داك لينيرسي نتاع لاشارج الموتور، قلنا ما غاديش يعني لا فيتاس ما غاديش تكون ايغال ا زيرو في لو مومون اللي غادي انت تكوبي لاليمونطاسيون. غادي تبقى واحد المده نتاع 10 ثواني ولا 12 ثانيه على حساب ديك يعني على حساب ديك تقوليه نتاع لاشارج. انا في ديك لو مومون في هذيك اللحظه في ديك المرحله هذيك ناليمونتي الكونتاكتور اللي غادي انفيرسي لي دو فاز، نسميوه مثلا
سميولو كا ام ولا كا كيو ولا اللي بغيت سميولو كاك. الو فاش غادي نالمونتي كا كيو شنو غادي يوقع؟ الموتور غادي تاليمونطا في لو سونس كونطرا، يعني غادي نقلب دو فاز، وشنو غادي يدير الموتور سير بلاس غادي يجي مولي على طريقو، ولكن فاش لا فيتيس تكون ايغال ا زيرو خصني كوبي على كاكيو، كاكيو خصني كوبي عليه، حيت الا خليت الكاكيو اليمونتي الموتور غادي يحبس ويقلع في لو سونس كونطرا. الو من بعد ما كان يدور في لو سونس افون، من بعد كان يدور في لو سونس افون، كوبينا عليه لاليمونطاسيون برينسيبال ديالو كا ام، قلنا يعني الموتور ما راهش اليمونتي، ولكن لاربر راهي عاد باقيه الدور واحد المده زمنيه على حساب لا شارج اللي راه كان اونترينيها. انايا ما بغيتش ديك المده الزمنيه، بغيت نيليمينيها، بغيت انا فاش نقطع لاليمونطاسيون على الموتور لاربر ترجع لا فيتاس ديالها ايغال زيرو. شنو غادي ندير في ديك المرحله نتاع الفريناج؟ في ديك المرحله نتاع الفريناج انا غادي اليمونتي الكاكو لا بوبين تاع الكاكو، وبالتالي دو فاز غادي تانفيرسا والموتور غادي يشانجي لو سونس، ويشانجي لو سونس يعني هو كان عاد يعني يدور في يعني في لو سونس افون، قلنا سوليفين تاع داك لينيرسي تاع لا شارج. الو هنا الموتور غادي سير بلاس غادي يرجع لا فيتاس ديالو ايغال ا زيرو، لا فيتاس ديالو غادي ترجع ايغال ا زيرو، و الا خليت انا هاد الكاكو خليت الكاكو عاد بلا لا فيتاس غادي ترجع تساوي زيرو ويكمل في لو سونس كونترير. انا خصني في اللحظه اللي لا فيتاس تساوي زيرو خصني نقطع الضوء على الكاكو. سي بون خصني نقطع لا كوموند على الكاكو باش الموتور يعني يكون وصل ان زيرو يبقى فيها، يعني ما يروبارتيش في لو سونس كونترير. فوالا دونك هنايا غادي نستعملوا واحد ديتيكتور كيتسمى، واحد ديتيكتور نستعملوه في لا كوموند كيتسمى ديتيكتور دو فيتاس نون نول. هاد ديتيكتور دو فيتاس نون نول كيفاش كيخدم؟ هذا كيسقى على لاربر، فاش تكون لاربر يعني ايموبيل ما تكونش تحركت، كتكون لا فيتاس ديالها ان ايغال ا زيرو، الكونتاكت نتاع هاد الديتيكتور كيكون يعني في الروبو ديالو، بحال حنايا الا خدينا نورمالمون اوفير، هاد نورمالمون اوفير غادي يكون اوفير في لو مومون اللي تكون لا فيتاس ايغال ا زيرو. في اللحظه اللي غادي تكون فيها لا فيتاس ايغال ا زيرو هاد الكونتاكت غادي يكون في الاوفير ديالو. الى لارب تبوجات مثلا في سواء في لو سونس افون او في لو سونس اريير، الى دار لارب في لو سونس افون او في لو سونس اريير شنو كيدير؟ هذا الكونتاكت كيتسد ويبقى مسدود، ما حد لارب راه كيدور. لارب فاش ترجع لا فيتاس ديالو ايغال ا زيرو يرجع للروبو ديالو. دونك هذا بالنسبه للديتيكتور دو فيتاس نون نول غادي نستعملوه في لا كوموند. واحد القضيه اخرى بقات لنا، وهي ان في ديك المرحله نتاع الفريناج، يعني في المرحله اللي يانايا حيت فيها لاليمونطاسيون على لا كوموند ديال كا ام، حيت عليه لاليمونطاسيون هاد المرحله هادي الموتور قلنا غادي يكون عاد باقي يدور، الروتور يكون عاد باقي يدور يعني تحت تاثير تاع داك لينيرسي تاع لا شارج. مزيان الوغ نتايا غادي تاليم، هو راه عاد كيدور في الجهه يعني الافون، وانت يا بغيت تفرينيه وما تخليتوش يحبس، يعني راح يترك باغي تفرينيه، اليمونتي لا كوموند يعني اليمونتي لا بوبين ديال كاكو بحيث انفيرسينا دو فاز. دونك هنايا هذه غادي تسبب لي واحد لابيل دو كورون، واحد لابيل دو كورون اللي هو كبير بزاف. علاش؟ حيت ديجا لا شارج ثقيله وديجا راه يدور في لو سونس كونترير، وانا غادي نرجعو يعني هو راه كيدور في لو سونس كونترير، يعني عنده واحد لينيرجي سينيتيك، راه عنده واحد الطاقه حركيه راه في لافون، وانا غادي نرجعو في لاريير، انا غادي نرجعو في لاريير يعني به بلا شارج ديالو. دونك انا بحال لا شارج غادي دوبلا، وبالتالي في ديك المرحله اللي غادي تكون تا اليمونتي الكاكو باش فريني الموتور، راه الكورون دابيل في لا فاز نتاع الفريناج غادي يكون كبير بزاف. وبالتالي كنديروا واحد الجروب نتاع لي ريزيستونس هنايا في المرحله نتاع الفريناج، كنديروا واحد الجروب دو ريزيستونس بور ليميتي داك لو كورون دابيل
في لور دو لا فاز ديال الفريناج، في المرحله نتاع الفريناج كان ليميتي، يعني بحال يعني بحال ديمارا ستاتوريك اللي كنا نديرو في ستاتوريك. غير شنو هو، ما غاديش تيليميني هاد الجروب، هاد الجروب ما غاديش تيليميني. علاش ما غاديش تيليميني؟ لان اصلا راك غادي تفريني الموتور، يعني ما راكش غادي تدورو في لوسونس اريير، وانما راك غادي تفريني. سي بون، دابا ندوزو للشيما. دونك هذا كان تاع الان سونس، نشوفو دو سونس. ندوزو للشيما تاع دو سونس. الو بالنسبه للشيما دو بويسونس شنو عندي فيه؟ عندي كام ان الكونتاكتور تاع لا لين، والكام 2 الكونتاكتور اللي غادي انفيرسي لي دو فاز، يعني بور اريتي داك الموتور. دونك عندي فاش 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 انا غادي يعني نخدم كي ام اف، يعني هذه في الفونكسيونمون نورمال، يعني يكون لابوبين كي ام ا هي ابويو على المارش. شوفوا معايا هنا المارش، غادي تخدم ليا كي ام ا، هي تخدم ليا كي ام ا، المانتيان ديال كي ام ا، عندي لاري وعندي نورمال موفيرمين تاع بروتيكسيون ثيرميك. دونك الموتور راه اونيتا دو مارش. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي وشنو غادي نديرو؟ غادي نحبسو الموتور، غادي نابيو على لاري. فاش ابيو على لاري، هاد كام ا غادي يفتح، والموتور قلنا غادي تكوبي عليه لاليمونطاسيون، ولكن لا فيتاس مازال ما وصلتش زيرو، يعني لا فيتاس راهي عاد دور على عندها واحد الانرجي ميكانيك او ماغازيني، واحد الطاقه حركيه راهي كانت مخزنه في لار. دونك خصها تمشي. دونك كيفاش غادي نديرو حنايا؟ غادي فاش حبسنا كام ا غادي نخدمو لكام 2. لاحظوا كام 2 فاش غادي نخدمو شنو كيدير؟ شوف لافاز 3 فين كتمشي لك، كتمشي لك لافاز الاولى، ولافاز الزوجه كتبقى في الزوجه، ولافاز الاولى كتولي الثالثه. بمعنى راني غادي انفيرسي دو فاز، ولومو مولي انفيرسي دو فاز يعني الموتور كي انفيرسي لو سونس. دونك هو راه كيدور في واحد لو سونس اللي راه يعني استنى باش يفريني فيه، باش ان تولي ايكال ا زيرو، وانايا قبل ما يعني باغي نفريني سور بلاص ناليمونتي باش نخدم كا ام زوج. فاش يخدم كا ام زوج راك انفيرسي دو فاز، دونك الموتور راه يتاليمونتا في لو سونس اريير. ولا بويسكو راه متقل وراه يدور في لو سونس افون، فاش غادي ترجعو في لاريير دونك غادي يكون واحد لو كورون دابيل اللي هو كبير بزاف. داكشي علاش زدنا الجروب دو ريزيستونس، داكشي لازم زدنا الجروب دو ريزيستونس. الو فاش زدنا الجروب دو ريزيستونس بور ليميتي داك لو كورون دابيل في المرحله نتاع الفريناج. رانا الموتور قبل ما غادي يروبارتي في لو سونس اريير، حيت غادي لا فيتاس ديالو غادي تولي ايكال ا زيرو، دونك غادي يحبس ويبغي يقلع في لو سونس كونترير، غيبغي يقلع في لو سونس كونترير. الو في هذه الحاله انا ماشي الهدف ديالي هو انني نقلع في لو سونس كونترير، وانما خصني فاش يوصل لا فيتاس ديالو ايكال ا زيرو خصني كوبي عليه. دونك هنايا لاحظوا معايا، نوليو للشيما دو كوموند، نشوفوا هاد ديتيكتور دو فيتاس نون نول، هاد الكونتاكت بي هذا. قلنا فاش كان الموتور خدام ابويين على المارش وخدام الموتور، هاد الكونتاكت شنو غادي يدير؟ حيت قلنا على هاد ديتيكتور دو فيتاس نون نول، قلنا كي كيكون في الروبو ديالو، يعني بحال هذا نورمالمون اوفير، غادي يكون اوفير في اللحظه اللي تكون فيها لاربر لا فيتاس ديالها ايكال ا زيرو. غير لاربر كتولي لا فيتاس ديفيرون دو زيرو كي يفيرمي. دابا في الاول نقولوا لاربر راهي حابسه، هذا الكونتاكت راه اوفير، انا غادي نابوي على المارش غادي يخدم ليا كام ان. هذا الكونتاكت شنو غادي يدير؟ غادي يتسد، حيت لا فيتاس تاع لارب ولات ديفيرون دو زيرو، دونك هاد الكونتاكت بي غادي يتسد. هاد الكونتاكت بي غادي يتسد، هاد 61-62 كي ام ا غادي يفتح. علاش يفتح؟ حيت الكي ام ا راه خدام، يعني على حساب الفيروياج كي ام ا، هنا كي ام ا غادي يفتح مزيان. دابا هاد البي راه مسدود، هاد البي راه مسدود، وهاد نورمالمون فيرمي 61-62 ديال كي ام ا راه مفتوح. رانا غادي نديرو لاري، حنا غادي نابيو على لاري. فاش غادي نابيو على لاري؟ غادي ديزيكسي تا لابوبين كا ام ا، يعني ديال نتاع المارش نتاع الموتور. شنو غادي يوقع؟ غادي يطيح هاد المانتيا 13-14 مزيان، هي كا ام ا راهي ديزيكسيتيا. دابا هاد 62 ديال كا ام ا غادي يرجع لبلاصتو، يعني غادي يرجع يعني لطا دروبو ديالو اللي هي، لانه هو نورمالمون فيرمي، دونك غادي يرجع يتفيرما.
فاش غادي يرجع يتفارما؟ هاد الكونتاكت بي راه غادي يكون عاد مسدود، ما حد الموتور لارب ديالو ما ريضتش، ما حد لارب انها ما حبستش، هاد الكونتاكت بي يكون عاد مسدود، غادي يكون عاد مسدود. انا شنو غادي ندير؟ انا غادي نابوي على هاد البوطون تاع الفريناج، يعني اللي ما هو الا البوطون تاع لاريير، نابوي عليه. شنو غادي يصرى؟ غادي تخدم ليا الكا ام زوج، كا ام زوج غادي تخدم. فاش تخدم الكا ام زوج عندي المانتيان ديال 13 14، دونك كا ام زوج غادي تبقى خدامه. دونك هنا واش غادي يوقع الموتور؟ قلنا غادي تاليمونطا في لا فيتاس، يعني في لو سونس كونترير. الوغ قبل ما يقلع في لو سونس كونترير لا فيتاس كانت بوزيتيف وغادي تولي فيتاس نيجاتيف. دونك في هذه الحاله الان ضروري تفوت على الزيرو. دونك قبل ما يقلب لو سونس، قبل ما يقلب لو سونس لا فيتاس راهي هودت للزيرو، عاد ولات عاودك في لو سونس كونترير. في ديك الفوته اللي غادي يفوتها على الزيرو، هذا الكونتاكت بي واسمو كيدير؟ قلنا ما يكون بحال هذا نورمال اوفر، ما يكون اوفر الا الا كانت لارب لا فيتاس ديالها ايغال ا زيرو. دونك في هذه اللحظه هذه، في ديك الفوته اللي لارب تولي لا فيتاس ديالها زيرو، هذا البي شنو كيدير؟ يتحل. الو غير يتحل كيطيح المانتيان، يتحل كيطيح المانتيان ديال الكا ام 2، وبالتالي الكا ام 2 غادي تكوب عليه لاليمونطاسيون. دونك نوليو ان الموتور يعني حبسناه في لا فيتاس ان ايغال ا زيرو قبل ما يروبارتي في لو سونس كونترير، قبل ما يقلع في لو سونس اريير حبسنا عليه لاليمونطاسيون. وكما قلت لكم هذا الجروب دو ريزيستونس بور ليميتي لو كورون، و لاليمونطاسيون تاع هذا تاع لو سونس كونترير جبتها من مور رولي تيرميك، باش حيت ما كما قلت لكم ما رانيش غادي يبقى يعني ماشي هذا ماشي ريجيم بيرمانون اللي خصني نديرو لا بروتيكسيون تيرميك. دونك هذه مرحله انتقاليه تاع الفريناج باش يفريني. كذلك الجروب ما غاديش يتيليمينا حيت راني غادي نفريني، يعني ما غاديش نبقى الموتور خدام. دونك هذا غير مرحله انتقاليه تاع كا ام 2، غير مرحله انتقاليه تاع الفريناج. بالنسبه لهاد لي شيما هادو غادي تلقاهم في لا ديسكريبسيون تاع الفيديو، نعطيكم ليا باش تيليشارجيهم. دونك بقات لنا حصه واحده نتاع لي شيما وهي الفريناج بار انجيكسيون دو كورون كونتين. دونك نحبسوا هنايا، والسلام عليكم ورحمه الله.